لأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيوجه له سؤالان كلاهما عن المال. الأول: من أين اكتسب المال؟ كل درهم وكل قليل أو كثير من المال اكتسبه سيسأل عنه يوم القيامة، أمن حل اكتسبه أو من حرام. والسؤال الثاني: فيما أنفقه؟ هذا المال الذي اكتسبه في أي وجوه المنافع أو المصالح أنفقه؟ أهو في أمور أحلها الله أو أمور حرمها الله؟ وإذا كان والعياذ بالله يكتسب أمواله من الحرام ويصرفها في الحرام ويطعم الحرام ويشرب الحرام، فهذا عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.